أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن الضبي، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلونني؟ قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن. ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي، وهذا حديث حسن صحيح. وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن صردة وجعدة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو غلام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان:
كان محمد بن يوسف سبتا صاحب حديث، وكان السائب بن يزيد جدة. وكان محمد بن يوسف يقول: حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث خالد الحذاء. ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه، ولم يرفعه، وزاد فيه: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال: وأخبرنا بذلك قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكرة، وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بنة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. حدثنا بندار، حدثنا معدي بن سليمان، حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جندب وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة. فيلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته، فذلك المؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدثني المعتمر بن سليمان، حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان،
وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد نحوه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة ونعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة، وهذا حديث صحيح، وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد، ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وعبد الله الأنصاري عن حذيفة عن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكرة. قال: إنهم يبعثون على نياتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان،
فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فلينكره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد، حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أمامة، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها. قالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها. قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم،
وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم مبشر وأبي سعيد وابن عباس، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاووس عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوشة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من السيف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوشة غير هذا الحديث، رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه، ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه، لئن كان مسلما ليردنه على دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه على ساعيه، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل، حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات نحوه، وزاد فيه الدخان. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن فرات القزاز نحو حديث وكيع عن سفيان. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة والمسعودي سمعا من فرات القزاز نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات، وزاد فيه الدجال أو الدخان. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى،
حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله الأجلي عن شعبة عن فرات نحو حديث أبي داود عن شعبة، وزاد فيه قال: والعاشرة إما ريح تطرحهم في البحر، وإما نزول عيسى بن مريم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وصفية بنت حيي، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قلت: يا رسول الله، فمن كره منهم؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب حدثنا صيفي بن ربعي عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود، فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ: وذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله بن مسعود. قال أبو عيسى: وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو بكر بن نافع وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، يرددها 3 مرات: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 10. قالت زينب: قلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد جود سفيان هذا الحديث.
هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. وقال الحميدي: قال سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الحديث 4 نسوة، زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة، وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري، ولم يذكروا فيه عن حبيبة. وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة، ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. فكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته،
ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند إسته. فكان فيما حفظنا يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء. ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، ومنهم حسن القضاء سيء الطلب، فتلك بتلك. ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن شعبة، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا فضيل بن غزوان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة والصنابحي، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن عياش بن عباس
عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة، وهذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال: كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار، وهذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري قالت: جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي: إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت: فتركه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعبد الرحمن بن ثروان هو أبو قيس الأودي. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس نحوه ولم يرفع، وهذا أصح من الحديث الأول. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال: وحدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. حدثنا علي بن حجر حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المستلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما،
وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن صابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا حديث غريب. حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأسدي الكوفي، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد الفهري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لأصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمر بن تغلب ومعاوية، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد البغدادي، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت أو من نحو حضر موت قبل يوم القيامة
تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر. وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير. قال أبو عيسى: يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي، أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. حدثنا عبد الرحمن بن واقد، حدثنا شريك نحوه بهذا الإسناد. وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم، وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف، ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. قال: وحدثنا الحسين بن حريث، حدثنا وكيع عن الأعمش، حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل، وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا أعلم ذكر الثالث أم لا. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون من بعدي 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال: كلهم من قريش. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، قد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة. وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو. حدثنا بندار، حدثنا أبو داود، حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال: حدثني سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. ثم قال لي: أمسك خلافة علي. قال: فوجدناها 30 سنة. قال سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال: كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي قالا: لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. وهذا حديث حسن، قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قيل لعمر بن الخطاب: لو استخلفت؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وهذا حديث صحيح، قد روي من غير وجه عن ابن عمر. حدثنا حسين بن محمد البصري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص، فقال رجل من بكر بن وائل:
لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن مسعود وابن عمر وجابر، وهذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، سمعت محمد بن إسماعيل يقول، سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال علي: هم أهل الحديث. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي قال: حدثني أبي، حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال عاصم: أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت زيدا العمي قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا. زيد الشاك قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال
بكر بن قيس. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها، يعني اليوم أو خير. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن الحارث بن جزي وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. قال الزهري: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كاف فا را يقرأه من كره عمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قالا: حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريس عن أبي بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة، وهذا حديث حسن غريب، وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن أبي التياح، ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا الوليد بن مسلم
عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطبة السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود: هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، دخل حديث أحدهما في حديث الآخر. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعنا إليه فعرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قال: قلنا يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوف لي عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، أنه شاب قطط عينه طافئة شبيه بعبد العزى بن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله اثبتوا. قال: قلنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا له. قال: قلنا يا رسول الله، فما سرعته في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله، فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم، ويصبحون ليس بأيديهم شيء، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت ذرى وأمده خواصر وأذره ضروعا. قال: ثم يأتي الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فينصرف منها فيتبعه كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين،
واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: ولا يجد ريح نفسه، يعني أحد إلا مات وريح نفسه منتهى بصره. قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال: فيلبث كذلك ما شاء الله. قال: ثم يوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. قال: فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها، ثم يمر بها آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت مقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما. ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال: فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه. قال: فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة. قال: ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. قال: فتحملهم فتطرحهم بالمهبل، ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. قال: ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر. قال: فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة. قال: ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الإبل، وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر، وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الدجال فقال: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال: وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها،
فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس وأسامة بن زيد وسمرة بن جندب ومحجن. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر من قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف يقول: سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أبي أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: صحبني ابن صائد إما حجاجا وإما معتمرين، فانطلق الناس وتركت أنا وهو، فلما خلصت به اقشعررت منه واستوحشت منه مما يقول الناس فيه، فلما نزلت قلت له: ضع متاعك حيث تلك الشجرة. قال: فأبصر غنما فأخذ القدح فانطلق فاستحلب، ثم أتاني بلبن فقال لي: يا أبا سعيد اشرب، فكرهت أن أشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيه، فقلت له: هذا اليوم يوم صائف، وإني أكره فيه اللبن. قال لي: يا أبا سعيد، هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفي، أرأيت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أو لا تحل له مكة والمدينة؟ ألست من أهل المدينة؟ وهو ذا أنطلق معك إلى مكة، فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت:
فلعله مكذوب عليه. ثم قال: يا أبا سعيد، والله لأخبرنك خبرا حقا، والله إني لأعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض. فقلت: تبا لك سائر اليوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد قال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئة وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يك حقا فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. قال عبد الرزاق: يعني الدجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض نفس منفوسة، يعني اليوم، تأتي عليها 100 سنة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وبريدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس فوق البحر. قال: فما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبس عليه. فدعاه. قال: وفي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وأبي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما، لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه فرصاخية طويلة اليدين. فقال أبو بكر: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له، وله همهمة، فتكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك فقال: إن تميما الدارية حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم. حدثني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر
فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: فأخبرينا. قالت: لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، فقال: أخبروني عن عين زغر. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن البحيرة. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هل أطعم؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا: صراع. قال: فنز نزوة حتى كاد. قلنا: فما أنت؟ قال: إنه الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة، وطيبة المدينة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن حاتم المكتب، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. قال: وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن الأعمش،
وحماد وعاصم بن بهدلة سمعوا أبا وائل عن حذيفة قال: قال عمر: أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لست عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. قال أبو وائل في حديث حماد: فقلت لمسروق: سل حذيفة عن الباب. فسأله فقال عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثني محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون: فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هارون: وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر. قال: وفي الباب عن حذيفة. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكوفي، حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا. فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي
حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي بالمطيطياء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري. حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولا يعرف لحديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أصل، إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة. وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى. قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فلما قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ومحمد يضعف من قبل حفظه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري، وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها، وهو رجل صالح.
حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة. قال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ها هنا أرض الفتن، وأشار إلى المشرق، يعني حيث يطلع جذل الشيطان، أو قال قرن الشيطان. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء. هذا حديث غريب.